وبيشرفني فيه ان يكون عوده الفنان القدير العظيم توفيق عبد الحميد. لا. من خلال هذا المسلسل رائع رائع، انا احبه جدا جدا جدا، فنان رائع ومتمكن رائع ومحترم جداً. وانسان جميل يعني عظمة، وبيعمل دور مفاجأة وهنتفاجئ بيه في عودته بعد شرير المرة دي ولا بعد 12 سنة. ما اقدرش اشوف شرير، ما اعرفش. مش هقول لك طلع ايه. بس بعد 12 سنة بيعود مرة تانية للشاشة من خلال هذا المسلسل، فده كان شرف كبير ليا. مين صاحب فكرة عودة الأستاذ توفيق؟ الحقيقة كنا الأستاذ جمال العدل منتج، النجمة ريهام حجاج، المخرج سامح عبد العزيز، رائع. احنا جميعا كده يعني كان عندنا هدف ان احنا نرجع هذا الرجل. سمح. انا بحبه على المستوى الانساني وعلى المستوى القديم، على مستوى الانساني هو في علاقة ود بيني وبينه من زمان، لانه هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية ايضا، ففي معرفة قديمة من خلال المسرح. فبرضه انا من ناحيتي الاستاذ جمال العدل فيه صداقه عمر بينه وبينه، ان هم كانوا زملاء مدرسه واحده في شبرا، فبرضه الاستاذ جمال قدر يقنعه. ريهام دخلت على الخط وقدرت تقنعه بطريقتها، ولما قرا الورق وقعد يتناقش معايا فوجد نفسه وهو اللي يقول الكلام ده يعني. فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نعيده مره تانية العمل يعني.